والبدايات الحلوة البدايات الرهيبة رح نبدأها اليوم لعشاق الشاي لعشاق المخمخة، لا تفوتوا الفيديوهات الجاية. وضيوفك هم ضيوفنا، اخترنا لك تشكيلة راقية، تشكيلة راح تبهر ضيوفك وتبيض وجهك وبأجمل قيمة. شوفوا معايا بيلات الشاي اللي وفرناها لكم، شكلها مرة حلو، راح تجيكم القاعدة من تحت دائري ومن فوق الشكل على مربع بأكثر من لون، اللون الوردي، اللون العودي، اللون النيلي، اللون الأخضر الغامق أو اللون التيفاني، كل لون وكل شكل أحلى من الثاني. وراح تاخدوا البيالة مع القاعدة بهذا الشكل وبأجمل قيمة، إيش رأيكم بالألوان؟ تأملوا معاي الجمال عن قرب، مرة حبيت أشكالها، أخرج عن المعتاد، أخرج عن بيلات الشاي الشفافة واقتني أحلى الأشكال الجميلة، الأشكال الجديدة والملونة. ونجي للنكشة الثانية، شوفوا معايا جمال اللون النيلي مع الذهبي قد إيش طالع ياخذ العقل، وفي منه اللون التيفاني واللون العودي واللون الأخضر الغامق، يا ترى راح تاخذ أي لون؟ أنا مرة حبيت درجة اللون النيلي، فخمة. تعالوا وين رايحين؟ الجديد والجميل باقي ما انتهى، شكل ثالث لبيلات الشاي ومن رأيي تنفع للقهوة التركية، راح تجيكم بهذا الشكل الجميل، الكوب من تحت راح يجيكم عريض ومن فوق راح يجيكم أنحف، محبين اللون الوردي أو اللون التيفاني، اللون العودي، اللون الكحلي، اللون الأخضر الغامق، بجد هنا الحيرة الحلوة، احترت أخذ إيش وأخلي إيش، وراح تاخذوها بخياراتها الجميلة وبأروع قيمة. وقدم الخضار أو الفواكه بأجمل شكل مع القطع اللي وفرناها لكم، اللي عجبني المرة هذه راح تجيكم بطول، يعني بتنفع للموز ولجميع أنواع الفواكه، ما راح تاخذوا القطعة، راح تاخذوا القطعتين بألوانها المتعددة وبقيمة واحدة. وجاتني فكرة ثانية إنه ممكن حتى تحطيه في دورة المياه وأنت بكرامة، مثلا للمناشف، لأدوات العناية، أغراض متعددة، ولك حرية الاختيار. وأنا حطوني هنا وخلوني أضيع في عالم المنظمات من تعددها ومن أشكالها المبتكرة للتنظيم والترتيب، الأشكال اللي بنشوفها في المواقع كلها بنوفرها لكم. من الجديد اللي وفرنا لكم اليوم المنظم الرهيب هذا بحجمه الكبير اللي ما راح تتقيدي فيه، بغطى يعني مثلا حلو بداخل الأدراج بداخل الدواليب، حلو للداخليات، حلو تنظمي فيه مثلا مكياجك بداخل الأدراج، حلو تنظمي فيه البكل، حلو لأغراض متعددة للشراريب، حجمه مرة حلو كبير وراح تاخذوه مع الغطا بهذا الشكل وبأجمل قيمة. على فكرة شوفوا معايا راح يجيكم رفيع، يعني بيدخل في الأدراج بكل أريحية. واللي بيحتاجوا حفظات كبيرة لحفظ الدقيق، لحفظ الحبوب وأكثر من هذا، تفضلوا معايا شوفوا الخيارات ما بين تجيكم بعرض أو اللي تجيكم بطول بغطا محكم الغلق، خيارات متعددة والقيمة واحدة. ومن أكثر الأشياء اللي بنحتاجها في طلعاتنا وتمشياتنا وفي كشتاتنا وين ما رحنا، الأكواب الورقية، وفرناها لكم بأكثر من شكل، ما بين أكواب كرافت راح تجيكم بأكثر من عبارة، وما بين النكشة الشعبية وما بين الأشكال الثانية، تختلف الأشكال وتختلف العبوات والقيمة واحدة ما تتغير. وهذا الشكل إذا شفتوه خذوه على طول بدون تفكير، مرة جنن الشكل. والأحلى من هذا راح يجيكم مع الغطاء، يعني مشروبك الحار معاكي وما رحتي، راح تاخذ العبوة من هذا الشكل 20 قطعة والنكشة الثانية 22 قطعة. أما هذا الشكل للمبدعين والمبدعات اللي بيحبوا يتبدعوا بالأكواب، تكتبوا عليها تضيفوا عليها الثيم، لكم حرية الاختيار، راح تاخذوا 24 قطعة في المغلف. شاركوني إبداعاتكم يا فنانين.
وهذا الفيديو لعشاق الفخار، وفرنا لكم المراكن الفخار بحجمين مختلفة، إضافتها رح يكون لها طابع جدا مختلف في ديكورك. شاركوني إبداعاتكم الجميلة. أضواء خافتة وروائح عطرية وكوب قهوة، والله على الروقان. لي يفوتكم المحبين الروقان تشكيلة الشموع العطرية اللي وفرناها لكم. أتكلم على شكلها الخارجي ولا أتكلم على روائحها اللي تاخذ العقل؟ خيارات وروائح متعددة، ورح تاخدوها بقيمة واحدة ولا أجمل منها لكم وهدية لأحبابكم. وهذا التشكيل للشموع لك الروقانك، او اذا عندكم حفلات وبتبحثوا على هدايا او توزيعات تعالوا طبوا وتخيروا، رح تاخدوها مغلفة بهذا الشكل لراحتكم يا اجمل من يتابعنا، والقيمة بجد يا بلاش. ومن رف الشموع اعد واغلط، ما شاء الله تبارك الله تشكيلة متنوع. شوفوا معايا الخيارات، شوفوا معايا التنوع قد ايش كبير، ايش الريحة اللي بتحبوها تبحثوا عنها اكيد بتلاقوها عندها. ما بين اللي تجيكم مغلفة بهذا الشكل، يعني اذا عندكم حفلات تاخدوها وانتم مرتاحين، او حتى لكم هدايا لاحبابكم، لكم حرية الاختيار. وإذا حابين تنوعوا بالروائح، خذوا الباكج هذا بقيمة واحدة، قيمة توفيرية، ثلاثة شموع ميني بثلاثة روائح مختلفة، تختلف الروائح والقيمة واحدة ما تتغير لأي باكج. محظوظين اللي عندهم حفلات، لأننا وفرنا لكم التشكيلة هذه اللي أبدا ما راح تتعبكم، راح تاخدوها مغلفة لحفلاتكم، لهداياكم، لتوزيعاتكم، وبأجمل أشكال، خياراتها بحر، وانتو لكم حرية الاختيار. ونرجع ونقول عودا حميدا لكل المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، وكل ما تحتاجون من أدوات مكتبية بتلاقوه متوفر عندنا، براندات معروفة، جودة وتوفير وقيمة خرافية، كل ما تحتاجوا حتى القطع الدقيقة موفرينها لكم. ومن رأيي هذا القلم منقذ توفيري، يجمع لكم أربع ألوان في قلم واحد، وعند النوعية الثانية المعلمين والمعلمات أو حتى أولياء الأمور اللي عندهم أكثر من طالب، تعالوا خذوا المغلفات التوفيرية. والطلاب والطالبات الجامعيين وفرنا لكم الدفاتر بحجم الإيفور، الإنجليش والعربي، وحتى المربعات راح يجيكم 100 ورقة وبقيمة واحدة، ومتوفر بأكثر من لون. من جد وأخيرا هذه الحلاوة لكم فترة تطلبوها وتنتظروها، كانت من قطعة وفرناها لكم، حلاوة الجلي بالفواكه المشكلة. يلا تعالوا إلحقوا عليها، ورح تاخذوا المغلف بقيمتنا الخرافية. وإذا ما دلعناكم بأحلى العروض، راح ندلع مين الأنواع اللي بتحبوها، بنوفرها لكم بأقوى العروض. يا ترى بتحبوا تاكلوا لحاله، أو بتحبوا تضيفوه على حلوياتكم، لكم حرية الاختيار، راح تاخذوا المغلفين وبقيمة واحدة بجد يا بلاش. ومين ما يحب منتجات كادبري، العرض الثاني على الشوكولاتة بالحليب من كادبري، يا جماعة متخيلين معايا، راح تاخذوا المغلفين بقيمة واحدة، الحقوا على العرض بجد دلع من الآخر. وعشاق الويفر البولندي وفرنا لكم العرض الرهيب من جديد، راح تاخذوا القطعة، القطعتين، الثلاثة، الأربعة مغلفات وبقيمة واحدة. وهنا عندها نوع ثاني على ويفر هايبر، وبرضه راح تاخذوا الأربع حبات وبأجمل قيمة. المفرحات ومؤونتكم خليها علينا، عندنا أكثر من عرض لعيونكم، إيش أوريكم وإيش أخلي، تفضلوا نورونا وخذوا جميع المفرحات لكم ولأطفالكم من عندنا. والميني كتكات اللي تحبوه تعشقوه وفرنا لكم، اللي يعجبني انه بنوفر لكم مغلفات جماعية لكم ولأحبابكم وبأروع قيمة، حجمه ميني عاد تشيليه معاكي في شنطتك، وقت ما تبي تحلي تشيليه معاكي وين ما رحتي. وبعرفكم على إدماني الجديد، بجد لذيذ، اللي ما جربوه يفوتكم، بفك مزاج أو حتى الفشار، وفرنا لكم بأكثر من أربع نكهات، الكاتشب، البيتزا، الدجاج، وأكثر من هذا. راح تاخذ القطعة، القطعتين، الثلاثة قطع بالحجم العائلي وبكم بأجمل قيمة.
ويا ترى ايش الشوكولاتة المفضلة لكم؟ جمعنا لكم الانواع اللي بتحبوها في مغلف واحد، راح تجيكم شوكولات ميني اكثر من نوع، مرة حلوة لطلعاتكم وتمشياتكم، حلوة لجمعاتكم مع اهلكم واحبابكم. المغلف 232 جرام ب11 ريال ونص شامل الضريبة.